من تحمل مسؤولية إقرار قانون في عيب؟ الرئيس نبيه بري، لأنك صرحت لما ظهرت أنه في خمس، لو ما عمل الجلسة ما صارت، لو ما نواب حضروا ما صارت، أو القوات اللبنانية؟ حكماً صار في تفاهم بالسياسة وحكماً شارك فيها القوات اللبنانية والرئيس بري. على السطح عم بيقول هو أنه هو راح وشرع، وأنا قلت قبل ما فوت أنه كان، إذا تتذكري سألوني قلت لهم في مسرحية صارت وعاتبوني عليها بالمجلس النواب أنه إحنا بالمجلس ما بنعمل مسرحيات. قلت لهم أنا المسرحية انعملت برا، نحن هلا جوا عم نشهد مين أبطالة، كيف مين أبطالة، هيدي المسرحية صارت برا. أول شيء تطير جلسة الحكومة اللي صارت، كيف طيرها الرئيس مئاتي للجلسة صباحا، كيف طارت هيك بسحر ساحر؟ حدا بيصدق واحد من الوزراء قال صار عنده جريب وطلعت حرارته، واحد من الوزراء التانيين قال علق بعجقة سير وما إجا، واحد من الوزراء قال مدري شو جد عليه. هيك جلسة مين ورا الرئيس مئاتي كان ليطير الجلسة؟ أكيد تفهم مع كل الأفريقا، وأنا برأيي تفهم كمان مع الرئيس بري عليها، وآخر شيء عرفوا أنه جاي على المجلس النيابي وبالمجلس النيابي طلعت، ولكن يا شو بعيب. وبدنا ننتظر هلا مثل ما بيقولوا ما بس تقول بس ما كان في ضغط خارجي لتطير الجلسة ولا؟ أكيد أكيد أكيد. هل انتصرت القوات اللبنانية على التيار الوطني الحر بهالخطوة أنه مسيحيا كسبت ومددت لقائد الجيش؟ لا، خلينا ننتظر شو بيقولوا نهاية المسلسل، يعني آخر شيء بدك عارف بشيء، بدك تشوف الحلقة الأخيرة من هالمسلسل. طب حاليا القوات اللبنانية اشتغلوا، عملوا تكتيك واشتغلوا بتكتيك معين، لأنه قبلوا يجوا على تشريع ما تنسي، من بعد ما كانوا عم بيقولوا ما بنقبل بالتشريع. مزبوط. وصاروا قاعدين بالجلسة واخذوا قرار انه ما بيشاركوا بمناقشه القوانين، ولكن كانوا عم بيشرعوا لانه قاعدين قدامنا. هلا انا توليت نيابه عنهم على بعض الامور اللي هن كان بدهم يصلحوها بالقوانين كيف عم تطلع، ولكن كانوا موجودين معنا هن وعملوا تكتيك معين ووصلوا للنتيجه اللي بدهم اياها، واللي حطوها هدف قدام عينهم انه نروح نعمل قانون لنمدد لقائد الجيش. وصلوا له. هلا الحلقه الاخيره بعد ما وصلنا له. هل انتم مع بكره التعيينات او لا؟ أنا إذا بدو يعملوا تعيين بكرة بس لرئاسة الأركان، هيدي فضيحة جديدة كمان. في المفتش اللي هو أرثوذكسي كمان، في مجلس عسكري، في قائد جيش، في مفتش عام، في مدير عام للإدارة، وفي بعد موقع هني بيصيروا مع قائد الجيش. هولن ثلاثة، هول ثلاثة رئيس أركان، المفتش ورئيس أركان، رئيس أركان، مفتش عام، مدير عام إدارة، وقائد جيش. هول الأربعة اللي كان مفروض ينطرحوا للتعيين بمجلس وزراء. التعيين بمجلس الوزراء يحتاج إلى اقتراح وزير الدفاع. أوكي. وأي تعيين دون اقتراح وزير الدفاع هو مخالف للقانون، وهو اعتداء أكبر على القوانين من قبل الحكومة، وقابل للطعن أكيد. هذا واحد. اثنين، الخلاف اللي صار كمان بوقت الليلة ما قبل الجلسة التي ألغيت لأسباب عديدة وأنا سميتها مسرحية، كان واضح انه الحزب الاشتراكي عم بيطالب ونائب ولي جملاط عم بيطالب بتعيين رئيس اركان، وقال اذا ما راح يتعين رئيس الاركان نحن قد لا نشارك بالجلسه. ما هدد ب اذا بدك بالجلسه وبوجود جلسه لمجلس الوزراء. بنفس الوقت وزير الداخليه رافض كان انه يعمل اقتراح ويمدد لعماد عثمان بمجلس الوزراء. وكان موقفه صارم، يقال انه رئيس الحكومه ما بده يعملها، ما بده يختلف مع وزير الداخليه بهذا الموضوع. بس وين العيب؟ وين انه رئيس الحكومه بده يراعي ظروف وزير الداخليه ما بده يختلف معه، ولكن مش سألان على وزير الدفاع وبده يختلف معه. مقاطع مجلس وزراء وزير اول شيء هيدي فيها عيب كبير. بس مقاطع وزير الدفاع، مقاطع مجلس لا. وزراء وزير الدفاع قال لهم انا مستعد اجي ونعمل تعيينات، ورئيس الحكومه اجتمع هو اياه بيعرف، رئيس مجلس النواب اجتمع هو وزير الدفاع. طيب ليش تعاطي هيك مع وزير الدفاع؟ صار في اتصال بيناتهم انه هو جاهز وحاضر ليحضر جلسه لانه ما بده يترك المؤسسه فيها شغور. أوكي. ولكن اذا رئيس الحكومه عم بفكر انه ما بده يزعل مع وزير الداخليه لاسباب، بس معلش يزعل وزير الدفاع لا بده يسمح لنا فيها. هيدي بصير كمان فيها شيء اخطر واكبر ومؤامره اكبر. شو هي؟ خلص ما بدي فوت فيها لانه انا ما بحكي بهالمنطق.